متتبعي قناة شوف تيفي، صباح الخير عليكم، صباحكم مبروك، بداية أسبوع موفقة لجميع متتبعي ومتتبعات قناة شوف تيفي. كنحييكم على التواصل ديالكم مجددا متتبعينا الأوفياء. بغينا نطرحوا واحد الموضوع للنقاش معكم، دردشة صباحية مع الأحباب حول موضوع واش انتم راضين على الخدمات الصحية اللي كتقدمها المستشفيات وبعض المراكز ببلادنا. ما لا شك فيه أن الوضعية الصحية يعني بالبلاد شريبي من فاس صباح النور صباح الورد. تحياتي لكم جميعا متابعي قناة شوف تيفي، كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم. طرحنا هذا الموضوع، واش انتم راضين على الخدمات الصحية اللي كتقدمها المستشفيات والمراكز الصحية؟ المستشفيات بلادنا يعني كتعاني، المواطن كيعاني مجموعة من المشاكل فيما يخص التوجه ديالو للمستشفيات. صباح النور ملك المداني من مدينة البيضاء، كنحييوك. يعني مجموعة من المشاكل كلي رونديفو، يعني المسألة ديال السكانير، مجموعة من الأمور. أن الإنسان ملي كيتوجه أنه كيكون في واحد الحالة مستعجلة كيبغي ياخذ موعد كيتعطى على مدة ديال 3 شهور 4 شهور، هو في واحد الحالة استعجالية. مجموعة من الأمور يعني مع هذه الجائحة ديال كوفيد 19 توقفت واحد المجموعة من يعني توقفت واحد المجموعة من الأمور، أنه بالنسبة يعني تقريبا بالنسبة يعني توقفت واحد المجموعة من الأمور. صباح النور سي مصطفى عدوش، يوسف القاسمي تحياتي. يعني من بعد أنه هاد المسألة يعني من بعد هاد المسألة ديال من بعد هاد المسألة ديال كوفيد 19 ما بقاتش واحد المجموعة من العمليات الجراحية أنها كدار بالمستشفيات. العديد من المواطنين أنهم كيتوجهوا للمصحات الخاصة. سي عبد الحسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تيفي على التواصل ديالكم. سي نادر بدر، الصحة في المغرب صفر. بغينا نعرفوا منكم المتابعين الأوفياء يعني شنو الرأي ديالكم في الخدمات المقدمة بالمستشفيات، يعني من خلال المعاينة ديالنا، من خلال يعني مجموعة من الأمور، أنه حالات إنسانية اللي كتصادف كنجبروا أنه العديد من المواطنين كيتشكاو من هاد الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات. انتوما المتابعين شنو الرأي ديالكم في هاد الموضوع يعني ديال الخدمات الصحية المقدمة من بعض المستشفيات؟ مدينة سطاس كنجبروا بأنه مستشفى إقليمي واحد يعني كاين كتوافد عليه. سي مصطفى متقي تحياتي لك، تحياتي لك، كنحيوك. احنا اخي ما كنتكلموش على الموضوع بالتفصيل، احنا كنثيروا الموضوع للنقاش، الكلام الصحيح من عندكم، المفيد من عندكم انتوما. احنا ترنا موضوع للنقاش، بغينا نتناقشوا معكم، كنحيوكم. سيونس الناصري، تحياتي لسيونس الناصري الاعلامي. المستشفيات العموميه بمدينه سطات لا طاقم طبي لا تمريدي تلقى صعوبة. تحياتي لك سي عبد الحسن، نسأل الله عز وجل العافية للجميع. أمين أخي أبو الحسن، كنتمناو الصحة والعافية للجميع. كيف ما قال الأخ، احنا ما يمكنش لنا أننا نتكلموا على الموضوع بالتفصيل، كنطرحوا لكم يعني كنطرحوا رؤوس أقلام من خلالها كنناقشوا هذا الموضوع ديال اللي هو موضوع حيوي، موضوع حساس في البلاد، اللي هو المسألة ديال الصحة. شنو الرأي ديالكم المتابعين الأوفياء في القطاع الصحي بالمغرب؟
شنو الرأي ديالكم في القطاع الصحي بالمدن ديالكم والمناطق والقرى اللي كتواجدوا فيها؟ واش كاين شي خدمات في المستوى المطلوب؟ سي قاسم كنعان تحياتي لك، وتحياتي الناس ديال المزامزه الجنوبيه، تحياتي الناس ديال المزامزه الجنوبيه. سي قاسم كنعان الحقوقي المتميز، كنحييك وكنحيي معاك الناس ديال المزامزه الجنوبيه بمدينه سطات، تحياتي لكم جميعا. امين سي نادر بدر، نسال الله العافيه. احنا المتتبعين الاوفياء يعني طرحنا لكم هذا الموضوع للنقاش، من خلاله اننا بغينا نعرفوا شنو هي الخدمات، نوعيه الخدمات، واش خدمات في المستوى المطلوب ولا خدمات يعني لا ترقى الى المستوى المطلوب. هذا هو يعني المبتغى من خلال هذه الدردشه الصباحيه مع الحباب الاصدقاء المتتبعين الاوفياء. بالنسبه للمستشفيات كاين المساله ديال المستعجلات، المساله ديال لي رونديفو، يعني المساله ديال لي رونديفو كنشوفوا بانه لي رونديفو يعني كتعطى بواحد يعني كنشوفوا لي رونديفو كتعطى بواحد صعوبه، يعني انه مثلا انسان جاي في حاله مستعجله باغي خصو ياخذ رونديفو على مده ديال 3 شهور و 4 شهور، عاينا لوكسيجين يعني ديال حالات مستعجله في المستعجلات، ان لوكسيجين هذيك الماسك ديال لوكسيجين كيتناوبوا عليه الكبار والصغار، نساء ورجال واطفال. تصور طفل عنده 6 سنين، وقع عليه اختناق، توجه للمستعجلات بغى باش التنفس، انهم عطاوه ماسك، هاد الماسك كيتناوبوا عليه رجال كبار وعيالات، وطفل صغير هو كان ضحيه انه ياخذ هاد الماسك ديال الاكسجين. فينا هي الوقايه من كورونا؟ فينا هي مجموعه من الامور؟ كنحييكم مجددا متتبعي قناه شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، وبغينا منكم يعني اننا نقوموا بالتشخيص. ملك المداني الله يدير لي فيها الخير، امين امين. تحياتي لك الاخت ملك المداني من مدينه الدار البيضاء، وتحياتي الناس ديال الدار البيضاء، كنحييهم وكنحييو الجميع. الاشكاليه اللي واقعه مؤخرا انه كاين حالات مستعجله، مثلا المراره، الفضق، يعني بزاف الامور، ان الانسان ملي كيبغي يتوجه لهذ المستشفيات كيقولوا ليه ودي بانه الاجنحه المخصصه لهذ العمليات الجراحيه، الاجنحه المخصصه للعمليات الجراحيه يعني مسدوده بفعل كوفيد 19. هذه مده عامين سنتين، ملي كي يجبر الانسان انه ما يديرش هذه العمليه كيحاول انه يتوجه للمصحات الخاصه، وهو في القدره ديالو ان ما عندوش الامكانيات انه باش يمشي لمصحه خاصه، لان المصحات الخاصه كتطلب واحد المبالغ خياليه اللي هي ماشي في القدره ديال المواطن، ماشي المواطن البسيط ما قادش على المصاريف الخياليه العلاجيه ديال المصحات الخاصه. كاين حالات عايناها انه ملي كيتوجه كيقولوا ليه ودي ما عندناش كي غنديروا تنفتحوا لك، سير شوف فين بغيتي تمشي، سير شوف مصحة خاصة. المصحة خاصة كتطلب ما بين 5000 درهم، 10000 درهم، 20000 درهم، يعني كيفاش هذا الإنسان، هذا المواطن البسيط، أنه توجه لواحد المرفق عمومي، مرفق صحي عمومي، ولكن للأسف أنه ما كيتمش وكيتطلب منه أنه يتوجه للمصحات الخاصة. هذا هو السؤال المطروح متتبعي قناه شوف تي في. بالنسبه لسيونس، بالنسبه للرونديفو كيتعطى على 6 شهور ولا سنه، موت انت ولا سير المستشفيات الخاصه، والطبقه الهشه ما تقدرش على مصاريف المستشفيات الخاصه والمصحات. اكيد اخي سي امين محمد، الدكاتره اللي في العمومي هما اللي في الخاص كيعملوا جوج مناصب، منصب حلال ام حرام؟ هذه ظاهره الاخ، هذه ظاهرة الأخ أمين، رغم أنه كانت دوريات، كانت يعني العدم على ما أظن أنه كانت في عهد الوزير السابق أنه تم توجيه
ديال الصحة، تم توجيه دوريات رسائل مذكرات على أساس أنه الناس اللي كيعملوا في القطاع العمومي ما يعملوش في القطاع الخصوصي، ولكن للأسف الواقع يخالف ما هو على مستوى المذكرات وما هو على مستوى يعني المذكرات والقرارات للأسف. المسألة ديال الإفكتيف يعني الموارد كنجبروا انه مثلا مستشفى كبير كالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بمدينة سطات انه ما كاينش مثلا بناج، هذوك الدكاترة المختصين في الانستيزي يعني في التخدير البنج والتخدير انه يعني قلال. المسألة ديال السكانير يعني مجموعة من الامور، ولكن انا ما كنتكلمش على المستشفى ديال الحسن الثاني بمدينة سطات. رغم ذلك يعني راه كاين ناس كيخدموا، ماشي ما كيخدموش، كاين ناس كيخدموا، ناس كيحاولوا انهم يعني كاين مجهودات ديال بعض الاطر الصحيه وبعض الاطر التمريضيه، ولكن واقع الحال الواقع العام هو ان المساله يعني تخالف هذا الامر. يعني كنتكلموا معكم متابعي قناه شوف تي في على الوضع ديال المستشفيات، يعني عيب انه الانسان يمشي كاين اللي باغي غير مثلا الدواء كيقول لي سير خذ الدواء، ما عندوش الامكانيات، صعوبات كيجبروها الناس لانهم منطقه مع البطاقه ديال الرميد، كاين اللي وفات ليه الرميد، كاين اللي انه للاسف شديد. متابعي قناه شوف تي في يعني حنا كنطرحوا معكم هذا الموضوع للنقاش اللي هو موضوع كيمسنا وكيمسكم حول الوضع الصحي، الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات. سي قاسم كنعان مادام المستشفى إقليميا فيجب أن تحمل نحمل نشوف التعليق ديالك سي قاسم. تحياتي لك سي قاسم كنعان. صباح الخير بالنسبة للصحة شمس الضحى، تحياتي لكم جميعا. تعذر عليا أنني نشوف، ولكن الحمد لله يعني تحياتي لك سي قاسم، واخا ما شفتش يعني الرد ديالك يعني بالنسبة لهذه المسألة، ولكن على كل حال الوضع الصحي لا يبشر بالخير بالنسبة للبلاد ديالنا. وهاد المسألة كيف ما قالوا الإخوان، يعني هاد المسألة كيف ما قالوا الإخوان المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في، هاد المسألة هي واحد مقاربة تشاركية اللي كتدخل فيها المؤسسات المنتخبة، كيدخل فيها الجميع، اللي كتدخل فيها المؤسسات المنتخبة كيدخلوا فيها الجميع، كيدخلوا فيها الجميع. يعني هاد كيف ما قلنا يعني الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات بالبلاد ديالنا يعني ما ليست في المستوى المطلوب. تكلمنا عن المسألة. سي عبد الرحمن الحداني صباح الخير، باقي النكس ديال المنتخب وزيدنا الصحة. للأسف أخي عبد الرحمن، لا زالت النكسة والمرارة ديال الخسارة اللي المنتخب المغربي، يعني كنتمناو أنها تكون الأمور. للأسف أبو إناس صباح الخير أخي، كنحييكم مجددا متابعي قناة شوف تي في، التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم كيف ما طرحنا هذا الموضوع للنقاش، المتابعين الأوفياء القناة شوف تي في، كيفاش كتشوفوا الخدمات الصحية المقدمة بالبلاد ديالنا، يعني الخدمات الصحية المقدمة كيف ما كتشوفوها، واش انتم راضين على هاد الخدمات. إيمان صباح الخير من تطوان، فين غبرت يا إيمان؟
هذه مدة الأخت إيمان متتبعة الوفية لقناة شوف تي في من مدينة تطوان، وكنحييو معاك الناس ديال تطوان، الحمامة البيضاء، الناس ديال الشمال، الناس ديال الشمال كنحييوهم على التواصل ديالهم والتفاعل ديالهم من خلال البث المباشر من قلب مدينة سطات. اللي ارتئينا أننا نطرحوا معكم موضوع النقاش اللي هو الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات والمراكز الصحية. جميلة لولا صباح النور، الأخت جميلة هي من المتتبعين ولكن كانت غيبة، احنا في إطار استرجاع الأصدقاء والإخوان والمتتبعين الأوفياء اللي كانوا أنهم كيتبعوا معنا الأمور صباح مساء، كنحييهم. سي قاسم كنعان، مادام يجب تحمل المسؤوليه لبرلمان الاقليم ولمديري الشان المحلي لكل جماعات الاقليم. تحياتي سي قاسم، تحياتي سي قاسم، لان صراحه كيف ما ذكرتي الاخ قاسم، الناس اللي مسؤولين عن الشان المحلي اللي مسؤولين البرلمانيين يعني العديد، انه هذه المساله يعني خص يتم الترافع عليها في البرلمان، يتم الترافع عليها في المؤسسات التشريعية، لأنه الناس راه تحتضر، الناس تحتضر، المتتبعين الأوفياء القناة شوف تي في يعني الناس تحتضر. العفو أختي جميلة، الناس تحتضر، الناس طالع عليهم الدم، الناس كيعانيو، الناس يعني لا في المسألة يعني في مجموعة من الأمور، في مجموعة من الأمور الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة للقطاع الصحي في البلاد ديالنا. كنتكلموا على الإقليم، كل يعني الوضع الصحي في كل منطقة اللي كيتواجدوا فيها المتتبعين. كنحييكم مجددا متتبعي قناة شوف تي في على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر اللي ناقشنا معكم فيه، وما يمكنش أننا نستفيد في الأمر، لأنه موضوع يعني خصو ساعات وساعات، خصو يعني الوقت، ولكن ارتئينا أننا نثير لكم هاد الشرارة ديال هاد الموضوع، لأنه موضوع جد حساس، موضوع جد مهم. الصحة، التعليم من المواضيع المهمة في البلاد ديالنا. المغرب كله كيعاني من الصحة، أكيد كاين ناس اللي ما عندهمش باش يشريو أبسط الحوايج، شوكة بخمسين ريال ما قادرينش يجبروها، فبالله عليكم كيفاش أنه كيتوجه وكيقولوا ليه سير المصحة خاصة. واش المصحات الخاصة هي اللي المصحات الخاصة هي اللي عندها الأهلية وهي اللي عندها الشروط أنها يعني تستقطب وأنها تستقبل هاد الناس؟ كنحييكم المتتبعين الأوفياء القناة شوف تي في. هاد المسألة ديال العمليات الجراحية خصي تعود فيها النظر، مسألة لي رونديفو راه كاينة أجنحة سادة لحد الآن، بلوك دوبيراتوار يعني سادين. ملي كيمشي الانسان كيقول ليه سير كورونا، تتحيد كورونا، دابا سنتين علاش ما يتمش انه تجهيز اجنحه مخصصه لكوفيد 19 ويبقى واحد الجناح مخصص لهذه العمليات الجراحيه المستعجله، هذه العمليات الجراحيه المستعجله. بالنسبه كاين بعض المستشفيات اللي كتفتقد الدكاتره مختصين، مثلا في الطب النفسي نموذج سطات تم الإحالة ديال مجموعة من الحالات، ولكن كيقول لك ما كاينش طبيب نفساني. بالنسبة للتخصصات المهمة اللي أنها كتكون في المواجهة ديال بعض الحالات، مثلا الأطباء مختصين في التخدير، في الإنعاش، المستعجلات، لأنه لو الإنسان أنه يدير واحد الجولة في المستعجلات ديال أي مدينة غادي يشوف انه الوضع ما كيبشرش بالخير، كاين حالات للاسف الشديد. وحنا ما عندناش نظره تشاؤميه، بالعكس نظره تفاؤليه. كاين اطر صحيه، كاين اطر تمريضيه في المستوى المطلوب اللي كدير الواجب ديالها، وكنحييهم من هذا المنبر، ولكن ما يمكنش
انه النسبه ديال 5% او 10% تقوم بالواجب، خاص تكون واحد المقاربه تشاركيه، خاص يكون واحد العمل جماعي لهاد المساله. الظاهره الاساسيه كيف ما قالوا الاخوان، هاد المساله ديال لي رونديفو، راه انسان جاي في حاله مستعجله باغي يدير عمليه، كيتعطاه رونديفو على مده ديال 6 شهور ولا عام. علاش؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ واش كاين ناس بزاف؟ ما عرفناش شنو الاسباب اللي كتخلي هاد المساله ديال لي رونديفو انها كتعطى بهذا الشكل. ومساله مهمه اللي كيطالبوا بها جميع المرتفقين لهذا القطاع الصحي الحيوي، هو فتح هاد الاجنحه للعمليات الجراحيه. راه الناس ما عندهمش الفلوس باش يمشيو يفتحوا في المصحات الخاصه. علاش؟ المستشفيات مازال الاجنحه ديالهم ساده، ما كيديروش العمليات الجراحيه. بنادم ما عندوش القدره باش يمشي للكلينيك، راه الناس كتموت، ما عندوش القدره باش يمشي للكلينيك، ما عندوش 10000 درهم، 15000 درهم، 20000 درهم. للاسف الشديد، للاسف الشديد الوضع الصحي كيف ما قالوا الاخوان وكيف ما هو يعني واضح لا يبشر بالخير. خص كانت زياره مؤخرا، انا كنت نتكلم عن المدينه ديال سطات، هذه شي يومين لا ربع بالضبط، كانت زياره ديال المدير الجهوي للصحه للمستشفى الاقليمي بسطات، اللي استعجب واستغرب من بعد انه دار لقاء مع المندوب الاقليمي للصحه، من بعد دار لقاء مع العامل ديال الاقليم. ولكن هذه رساله يعني من المواطنين اللي حملونا اننا ننقلوها لكم، راه القطاع الصحي بالبلاد يحتضر، يجب تأهيل، يجب إعادة فتح هذه الأجنحة المخصصة للعمليات الجراحية. راه حرام أنه الإنسان مريض باغي يموت يمشي باغي يدير عملية جراحية، يقولوا لي أودي سير لمصحة خاصة، شوف كلينيك، واش هو ما عندوش حتى باش يتعشى، ما عندوش باش يتغدى، فما بالك راك تعرفوا المصاريف ديال المصحات الخاصة. العملية تقام ب 10000 ولا 20000 درهم زيادة على الدواء، زيادة على مجموعة من الأمور. كل الإنسان أنه كيسمح في ولده ولا كيسمح في بنته ولا كيسمح في راسه، وكنشوفوا هذا الوضع للأسف الشديد، للأسف الشديد. متابعي قناة شوف تيفي، عندما إيمان يصبح الطبيب بالرشوة وباك صاحبي، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إيمان حتى المستخدمون ما كيقوموش بالواجب للأسف الشديد. كيف ما قلنا إيمان، هذه وضعية، هذه مقاربة تشاركية ما بين الجميع، وكيف ما قال الأخ قاسم كنعان، المسؤولية راه على المنتخبين والمسؤولين ديال الشأن المحلي، للناس اللي كاينين المجلس الجماعي ولا المجلس الاقليمي ولا النواب البرلمانيين، على اساس اثاره هذه المشاكل ويتم تخصيص اعتمادات يعني مجموعه من الامور للارتقاء بهذا القطاع الصحي الحيوي بالبلاد. ناس كتموت، انسان انه كيدي ولدو عنده حاله عايناها، واش الماسك ديال الاكسجين في ليرجونس ديال المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات كيديروا واحد كبير، كديروا مرة كبيرة، كيديروا ولد عنده 6 سنين. وهنا فين غنتكلموا على كوفيد 19، يعني عيب وعار. كنشكركم مجددا متابعي قناة شوف تيفي على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال إثارة هذا الموضوع للنقاش، اللي هو واش انتم راضين على الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات والمراكز الصحية، وكنقصدوا بالمراكز الصحية المراكز القرب اللي كتواجد في المدن ديالكم، القرى ديالكم، يعني واش كتقوم بالواجب؟ كاين بعض القرى وكاين بعض الجماعات انهم ما فيهمش، ما كاين مركز صحي ولكن ما كاينش الطبيب. الطبيب كيجي مرة في السيمانة، كيجي جوج مرات، مما كيخلي هذوك الناس اللي في العروبيات انهم كيدفقوا بهذا المصطلح على السبيطار الكبير. كيف ما سطات،
سطات هز الاقليم ديال سطات، كيف ما كتعرفوا الاقليم ديال سطات راه كاين فيه مستشفى، كاين فيه البروج، كاين فيه ولاد مراح سيدي حجاج، كاين فيه بن حمد ولاد سعيد. يعني علاش المدينه ديال البروج المدينه، لان المدينه ديال البروج ما يتمش يعني بناء واحد المستشفى بالمواصفات ديال المستشفى ديال سطات باش يحيدوا على الضغط على المستشفى ديال سطات، لان البروج راه توسعات عمرانيا، البروج توسعات عمرانيا، البروج ما بقاتش واحد الفيلاج. وتحيه للناس ديال البروج، البروج يعني يعني البروج بالتوسع ديالها لان ضروري خصو ان يدار بها يدار فيها مستشفى، لان ملي كيداروا هاد المستشفيات راه كيحاولوا ينقصوا من داك الضغط اللي كاين على المستشفى الاقليمي اللي ما قادرش صبح ما قادرش على استيعاب الحالات الوارده عليه. سي يونس الناصري ما دايرينش واحد زي ديال اغلبيتهم كيلبسهم شو كيوقف ديك الباب بحالو بحال جميع المواطنين، ما تعرفوش السكر ولا الطالب ولاش. سي يونس الناصري صراحه حنا ما كنجاملوا حتى شي حد، يعني بالنسبه للناس يعني ديال المستشفى، بالنسبه للناس ديال الامن الخاص سيكوريتي انا كنتكلم، راه كيقوموا صراحة راه كيقوموا بالواجب صراحة، راه شفناهم في كوفيد 19 كتشوف السيكيوريتي هو اللي كيقوم بالدور ديال الممرض في الحالات المستعجلة، في المستعجلات كيقوموا بالدور. كاين انا يعني ربما كاين هذه حالات استثنائية في مناطق أخرى، ولكن بالنسبة للمستشفى الإقليمي ديال سطات يعني صراحة الناس ديال الأمن الخاص انا كنشوف كنعاين حالات انهم كيقوموا بالواجب ديالهم، لا في كوفيد 19 لا في الحالات المستعجله، لا في الحالات المستعجله يعني كيحاولوا انهم كنحييهم كنحييو الناس اللي في الجبهات الاماميه جميعا كنحييهم، ولكن حنا هذا ماشي مجال الشكر او التبخيس من العمل ديال الناس ديال الصحه، ولكن إثارة واحد الموضوع اللي هو جد أساسي وجد هام لهذه الخدمات الصحية اللي الناس ما رادينش عليها. المقدمة سي عبد الرحمن الحداني كيف القنيطرة السبيطار واحد وقعنا واحد كاين أكيد سي عبد الرحمن، هذا واقع المستشفيات بالمغرب، ما كنتكلموش على سطات، كاين القنيطرة كاين يعني مجموع من المدن الكبرى، ولكن الى متى هذا الوضع انه غادي يبقى قائم بهذا الشكل؟ الى متى؟ حنا كنتكلموا بالنسبه للرونديفو، بالنسبه للسكانر، بالنسبه للعمليات الجراحيه، العمليات الجراحيه سي عبد الرحمن الحداني راه لي بلوك دابا سادين، مرا كتهز الوليد ديالها ولا كتهز باغا دير ليها عمليه جراحيه واحد على يعني البوله ديالو منفوخه باغا تفرقع، كيقول لك البلوك مسدود. اياه وفين غادي نمشيو؟ سير الكلينيك، ملي كتمشي للكلينيك كتجبر هذاك الطبيب اللي كاين في المستشفى هو اللي خدام في الكلينيك. بشحال هاد العمليه؟ 15000 درهم 10000 درهم. واش المواطن في القدره ديالو انه ما جابر حتى ما ياكل، ما جابر حتى ما يتغدى، انه يخلص عمليه ب 15000 حتى 20000 درهم؟ والغريب في الامر ان الطبيب اللي باغي يدير العمليه في المستشفى العمومي هو اللي كيتواجد في المستشفى الخاص وما كيبغيش يديرها في المستشفى الخاص. هذا هو السؤال المطروح متتبعي قناه شوب تي في، كنعتذروا لكم كنحييكم على اثاره هذا النقاش اللي ترنا من خلاله، وان شاء الله غادي نثيروا يعني مواضيع طابوهات اللي ما يمكنش انه يتكلموا عليها، ولكن احنا صوت وكنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم. مجددا متتبعي قناه شوف تي في، صباحكم مبروك، بدايه اسبوع موفقه للجميع، والى اللقاء في بث مباشر اخر. تحياتي للجميع متتبعي ومتتبعات قناه شوف تي في.